معقولة؟ معقولة ثلاثة غيابات؟ أمس أدينا إذن لوليد الليلة يغيبوا ثلاثة؟ معقول؟ إخواننا في صينية غدا عدلان الصاوي يكون في ثلاثة غيابات؟ حتى الشاي ما يحضره معانا؟ دي فضوة، فضوة شديدة. فاضل أبرد ما تشعليله. بشعليله هذول بعدين عدلان أخويا نازل بيكون ما شغالين بقوانينك. الظاهر أنت رخيت لهون الحبل. الفاضل الغايب عذره معاه. هو غايب واحد ده غياب، ده كمية من الناس، ده تمردد عديل كذي. فاضل أول الحاجة اسمه تمرد، بعدين يا إخوانا اللقل اللي خلناه ده خلوه ينزل في معدتنا دي ونهضمه، وخلونا نشرب لنا كوباية شاي نعدل بها رأسنا ومزاجنا. هو ينزل كيف اللقل ده؟ اللقل يا إخوانا ما بيقى في لما ما بيبقى فيه بركة. بعدين يا إخوانا عدلان بالطريقة دي العائلة دي حاجة تفرتك. واللي فرتقه شنو يا الفاضل؟ اها الليله ما يجوا الغداء وبكره ما يجوا العشاء، بعد كده ثاني ما بيجوا كله كله. كلام الفاضل صح. قرار تتكون لجنه محاسبه برئاسه الفاضل وعضويه عوض. سمعت؟ برئاسه الفاضل وعضويه عوض. تعال عضويه. اجل برفدك. اجل طيبه لحياة طيبة.